للوقوف عند اقتراب موعد إجراء الانتخابات المحلية في العراق وأسباب التوقعات بالمقاطعة الشعبية، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي. أستاذ مظفر، حياكم الله. توقعات بتدني نسب المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في العراق، ولكن أليس من المفترض أن تكون هذه الانتخابات فرصة للتغيير أستاذ مظفر؟ بالبداية مساء الخير على حضرتك أستاذ محمد وعلى مشاهديكم الكرام، وأشكركم على هذه الاستضافة الكريمة. بصراحة هذه الانتخابات كسابقاتها، الطرفين يعرفون أنه هذه انتخابات، هذه مسرحية. الطرف الأول الشعب الرافض لهذه الانتخابات، شباب تشرين، شباب الثائر، والطرف الثاني حكومة الفساد، حكومة اللصوص. الطرفين يعرفون أنه هذه كسابقاتها وكلاحقاتها راح تكون مجرد وسيله لنهب الثروه ولنهب الاموال بدون اي تقديم اي خدمه للشعب العراقي، لذلك راح تفشل. طيب استاذ مظفر، على اي اساس تبني الاحزاب بياناتها الانتخابيه؟ لماذا لا يجد العراقيون غايتهم في هذه الانتخابات المفصليه تقريبا؟ لان هي هذه الاحزاب خطابها الإعلامي، أنا يعني دائما أقول خطاب هذه الأحزاب وخطاب الحكومة، خطابهم الإعلامي موجه إلى الخارج، لا يخص الشعب العراقي. هم خطابهم موجه للخارج، للإيحاء للناس الموجودين برا أنه موجودة ديمقراطية، موجودة انتخابات، راح يكون إعمار، راح يكون هذا الشيء، في حين أنه بالداخل خطابهم إلى الداخل خطاب هلامي، ما عليه التزامات، ما حد راح يلتزم به. الشعب يعرف انه ما راح يتقدم لشيء، لذلك يعني ما موجه هو للشعب، موجه الى الخارج خطاب الاحزاب. استاذ مظفر، توقعات الا تتعدى نسبه المشاركه في انتخابات مجالس المحافظات 30%، وطبعا قبلها البرلمانيه، حيث ان نسبه المشاركه لم تتعدى 20%. لو اخذنا نسبه 30 او اقل من ذلك 30%، هل هذه النسبة تعطي شرعية للأحزاب التي تشارك في انتخابات مجالس المحافظات أستاذ مظفر؟ أنا من رأيي الشخصي، وأعتقد أنه الكثير يوافقوني هذا الرأي، أنه الانتخابات منذ اليوم الأول من 2003 إلى اليوم لا شرعية لها، تجري تحت الاحتلال، الاحتلال موجود، حكومات الاحتلال موجودة، كلها في خدمة المحتل وخدمة عملاء المحتل. النسبة إذا كانت تتعدى الـ 40 أو الـ 50% راح يقعدون بالوسائل الإعلامية يقولون إحنا انتخبنا الشعب وإحنا جينا بتفويض شعبي، وإذا جت نسبة قليلة، وللعلم أنه نسبة انتخابات برلمانية كانت 12% باعترافهم هم، 12% و10% يتبدل الخطاب إلى أنه حتى لو كانت 1% راح تنحسب انتخابات وينحسب عليها التجري، يعني تعتبر رسمية. هذا الخطاب موجه فاشل انتخاباتهم بوسط رفض شعبي كبير للانتخابات البرلمانية العام الماضي، انتخابات البرلمانية اللي قبلها، وانتخابات مجالس المحافظات القادمة، الشعب رافضها، الشعب يعرف أنه لا نتيجة من هذه الانتخابات. على ذكر الفشل أستاذ مظفر، تجربة مجالس المحافظات تجربة فاشلة في العراق، هذا ما قاله النائب علاء الركابي، ولكن من يتحمل مسؤولية هذا الفشل أستاذ مظفر؟ يتحمل مسؤولية الفشل الأحزاب. نعم. أحزاب السلطة، الأحزاب هذه اللي متمكنة من السلطة، متمكنة من المال، متمكنة من السلاح، هي اللي تتنافس على لقمة المليارات الدولارات بحجة الإعمار وبحجة خدمة الشعب. الناس كلها تعرف أنه لا وجود لخدمات، شارع واحد ما تبلط من 2003 إلى حد اليوم، مجرد واجهة للسرقة، مجرد واجهة لتقاسم الأموال وتقاسم السلطة. أحزاب السلطة وأحزاب الميليشيات ومافيات الأحزاب هم اللي يتحملون سبب فشل هذه الانتخابات. يعني الأحزاب لا تمتلك أي رؤية للإصلاح أستاذ مظفر؟ لا، هم ما يعرفون شنو إصلاح، هم ما يعرفون إصلاح ولا يريدون إصلاح. هم كل اللي يشغلهم تقاسم المناصب، كل اللي يشغلهم تقاسم الغنائم، كل اللي يشغلهم
تعيين أقربائهم وأصدقائهم ومريديهم والمطبلين لهم، هذا اللي يشغلهم، ما يشغلهم لا إصلاح ولا بناء ولا تقديم أي خدمات أخرى، ما يشغلهم هذا الشيء ولا يهمهم، ولا يهمهم الشعب، هم جايين لغرض السرقة. إذا كانت الأحزاب لا تعرف الإصلاح، طيب لماذا لا تتنحى في ظل مطالبة العراقيين بالتغيير وإنهاء الفساد الذي يجري في العراق، وهذا ما أكدته ثورة تشرين المباركة في عام 2019، لماذا لا يتنحون؟ سبقتني حضرتك، نعم. أنا ردت أذكر أنه غداة ثورة تشرين، نعم. لما كانت حكومة الطرف الثالث اللي كانت تقتل المتظاهرين كانوا ما يعرفون رد الفعل من الناس الثائرة، من الشباب الثائر، كانت خطوة إلغاء مجالس المحافظات اللي طالبوا بها الثوار كانت خطوة لإرضائهم، خطوة لتفادي ما سيأتي، لكن لما تمكنوا من الثورة وتمكنوا من الشباب وتمكنوا من قمع الانتفاضة وأمنوا أنهم مسيطرين على الوضع، رجع الخطاب أنه الآن مجالس محافظات وانتخابات، وانتخابات راح تكون نزيهة وغيرها وغيرها، ما هذا الشيء ما موجود. وهذه الأحزاب اللي مشتركة بالسلطة هذه داخلة في دوامة السلاح ودوامة المال ودوامة القوة، هم يريدون يحصلون المال ويريدون مناصب، هذه المناصب بالمال يشترون الذمم ويسكتون الأبواق وعدهم ناس تطبل لهم، والمال لازم تحرسه سلاح منفلت، سلاح المافيات، هذه الدوامة هم ما يقدرون يطلعون من عدها، باقين يريدون فلوس ويريدون أموال ويريدون سلاح يحمي هذه الأموال، هذه الدوامة ما يقدرون يطلعون من عدها. هل تتحمل بعثة الأمم المتحدة في العراق ومسؤولية هذا العزوف الانتخابي؟ أنا أقصد بذلك جنين بلاسخارت. نعم، جنين بلاسخارت متواطئة منذ اليوم الأول وصولها إلى العراق مع حكومة المنطقة الخضراء، هي متواطئة معهم، دورها القذر بين للناس أيام ثورة تشرين في الداخل، لما يكون الناس متذمرة والناس يوصل السيل الزبا تنطي إيحاءات أنه هذه السلطة فاسدة وأنه هذا غير مقبول، لكن لما تروح أمام الأمم المتحدة وأمام مجلس الأمن غير، يتبدل الخطاب، تنطي شرعية للموجودين، متواطئة بالجنين بلسخات، متواطئة مع الأمريكان في حماية هذا النظام الفاسد اللي موجود بالمنطقة الخضراء. عبر سكان من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي، شكرا جزيلا لكم.